على يسار الشاشة يونغ على يمين الشاشة بالطقم الأخضر ويلعب الكرة الطويلة باتجاه هافيرتز. هافيرتز اللي شفناه في شوط المباراة الأول يقدم أداء رائعا. ساكا الآن، ساكا رونالدو، رونالدو 4-4-4 ويقول لك سي، ويقول لك سي سي يا برازيلي سي. رونالدو هدف الرابع في هذه المباراة، هدف الرابع في هذه المباراة. أندرياس خارج نطاق التغطية، حاول يغطي رونالدو، مين يقدر يغطي هذا الصاروخ؟ مين يقدر يغطي هذا الماديرا؟ الله على هذه القوة، الله على هذا الحضور، الله على هذه النتيجة. سيقسو عليك يونغ يا أندرياس، سيستغل كل فرصة، لن يرحمك في هذه المباراة، لن يرحمك في هذه المباراة. أنت من ضربت الباب ستجد الجواب، ستجد الجواب، الجواب يأتي ربما، لكن كوناتي، كوناتي يقطع كل الطرق، يقطع كل الإجابات، يقطع كل الحلول. مبابي الحلول راح، هالاند راح، هالاند راح، هالاند ممكن يدور فيها، ممكن يعمل فيها في الشوت، ممكن يعمل فيها. الله 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 الله. والله يا حاسك حاس يا أندرياس، يا أن حاسك حاس في هذه المباراة، يا أن حاسك حاس في هذه المباراة. شوف الكرة، شوف اللقطة، هالاند الرأسية، رونالدو حينزلها، حاول فيها، حاول فيها، حيدور حيدور حيدور، وين الدور؟ رونالدو، رونالدو، با 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 با. 5-5، 5-5، يونغ يزيدها في هذه المباراة، يقلصها، يصعبها، يريد بأن يكويه. نعم أخرجه من دور المباراة، نعم الخطة نجحت، القوة نجحت، الزاوية الضيقة ابتسمت له في هذه المباراة، ابتسمت له في هذه المباراة. هو من بدأها بهدف وفعل بعض الاحتفاليات، يعني اللي نقدر نقول عليها الجريدي سيلبريشنز والأشياء هذه، ما تمشي عند يونغ، ما تمشي عند يونغ هذه الاحتفاليات. كاي هافيرتز يحاول فيها لكن يخسرها في اللقطة الماضية. فارق الأربعة مريح، لكن مع أندرياس أبدا ما هو مريح. نتكلم عن إيش يا فهد؟ البلاير لوك اللي عمله يونغ باللاعب سليبة داخل المنطقة خلاه يناول رونالدو، التسديد بالزاوية اللي توقع فيها تحريك الحارس عكسها شيء يدرس من يونغ. يونغ خطيرة، هذه خطيرة. وين رايح؟ وين رايح يا أندرياس؟ وين رايح يا أندرياس؟ أندرياس يبدو لي حتى الآن راح يدخل، راح يدخل، راح يدخل، راح يدخل بالظاهرة. هالاند، يا سلام يا سلام، إيرلينغ هالاند يقلص الفارق، والاحتفالية طبيعية لأنه بعيد، لأنه بعيد ويعلم أن المشوار بعيد، بعيد على أندرياس بيرجكانت اللي حط الحرة في المدرب. يا ضعيف، يا ضعيف يا مدربه، مدربه قاعد يعاني، قاعد يعاني كما يعاني أندرياس من أمام يونغ في هذه المباراة. ننتظر أكيد ردود الفعل بعد هذه المباراة، ننتظر تصريح يونغ بعد هذه المباراة، إيش راح يقول عن أندرياس في حال فزت؟ راح يقول لا يا ابن الحلال، قلت لك يا ابن الحلال والله قايل لك متى فايز، متى فايز في هذه المباراة. ودنا حتى يعلمنا متى فايز بالبرازيلي كيف إن نقولها لأندرياس. الكرة واصلة الطرف الأيسر، يا سلام يا بابا با 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 با. قاعد يقول لا تبكي، لا تبكي، لا تبكي، لا تبكي، لا تبكي، لا تبكي. أندرياس يعاني من أمام يونغ بهدف سادس، يقلص الفارق ليصبح فارق 5-5-5 الفارق. 7-2 في هذه المباراة، عفوا 4 أهداف. شوف النظرة، شوف الرغبة، يقول أنا موجود. حتى المدرب قام قال أنا أوريك، حتى المدرب قام قال أنت شغلتنا، أنت غثيتنا، غثيت الكوميونتي كلها، غثيت الكوميونتي كلها. يجي لك يونغ ويعدل لك الأمور كلها في هذه المباراة. اللقطة الآن من ستونز لدي بروين، دي بروين يلعبها، يا سلام يا سلام. يعاني 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 يعاني. 7 صارت، 7 صارت. الله 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 الله، يقول لك أنا موجود. وينك يا أندرياس، وينك؟
شوف المدرب يقول وين ما شوفه ما شوفه ما شوفه. I can't see you يا أندرياس في هذه المباراة. هكذا تردد الجماهير البرازيلية الحاضرة في هذه البطولة. يا الله، هل ما حدث كان متوقعا؟ هل ما حدث كان منطقيا؟ هل ما حدث؟ شوف الابتسامة، والله ابتسامتك تضغط عيون، والله يا ابتسامتك تضغط وانا مالي دخل. ابتسامتك تضغط عيونك وانا مالي دخل. فارق الخمسة نعم ما زالت. يا الله، تتكلم عن فارق يبدو لي بانه بيعبيه، والله ما راح يرحمه، قلت لك ما راح يرحمه، بيعبيه بيعبيه. الثامن وينه؟ الثامن وينه؟ أندرياس يعود للمناطق، حاشر على باب، حاشر على باب، وين الباب؟ يدور الباب، يدور الباب. يا سلام يا سلام يا هافيرتس، الله على الاصرار، الله على الكورة، الله على اللقطة، الله على الجول. الله 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 يا ناس، ما راح يرحمه يا ناس يا ناس يا علوم. يا الله، العارضة تقف، العارضة تتكلم، العارضة هي الوحيدة التي كانت قادرة على أن ترحم ما يحدث لأندرياس في هذه المباراة، هي الوحيدة التي كانت تريد أن تقف مع أندرياس في هذه المباراة. لا الجمهور واقف معه، لا الحظ واقف معه، لا يونغ واقف معه، لا أحد يقف من أمامك يا إيرلينغ هالاند. الثمانية 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 الثمانية، الله 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 الله، ثمانية اثنين وأندرياس وين؟ ثمانية اثنين وأندرياس نقول عنه وين؟ أندرياس خارج كأس العالم نعم، قاعد يقول فكوه ما نشوفه، إكريدي في المدرجات، بكاء في المدرجات، تحفيز في المدرجات، والمدرب يقول لسه لسه لسه، هنالك زيادة، هنالك مفاجأة، هنالك قوة قادمة. يا الله على هذا البرازيلي، والله ما كنت أرشحه عبد، كنت أقول إن هالبرازيلي حضوره في هذه البطولة غير معقول غير معقول. أندرياس الآن هل يسجل؟ هل يسجل؟ لا، قطعت قطعت قطعت، وقف وجهه، حاول فيها الآن. يا ساتر يا ساتر، خارج الفورمة، خارج الفورمة اللي هو أندرياس. يا سلام يا سلام، لكنها قطعت في اللقطة الماضية. نتكلم عن 20 دقيقة متبقية وأندرياس يريد أن يعود. أندرياس ترى من النوع اللي ما يرمي المنديل. أندرياس لو باقي 5 دقائق يقول لك لسه يمديني، والله يمدي الطبيش في هذه اللقطة. توصل الكرة باتجاه إيرلينغ هالاند، واصل الكرة باتجاه ساكا، ساكا مبابي، راح 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 راح، حيلعب فيه حيلعب فيه. يا ساتر يا ساتر، مستحيل، ما الذي يفعله يونغ؟ قلت لك هالمباراة أكثر من أنها دور ثمانية، هالمباراة عطى ثمانية دور الثمانية، ما راح يرحمه. هاجم كوناتي، هاجم بمين؟ باقي في مين يهاجم؟ شوف الجمهور البرازيلي كيف أنه يحتفل، كيف أنه يرى بأنه قاعد يقدم أداء خرافي خرافي خرافي. ويقول أعطيهم سي، واحد اثنين سي في مدرجات القدية أرينا. يونغ يقدم أداء رائعا، يونغ يقدم أداء تاريخيا، يونغ يكتب التاريخ هنا في السعودية، يونغ يكتب التاريخ هنا بتساعية، ما أدري قلت تساعية، ما أدري ما تجي تساعية، نقول بتسعة بتسعة تساعية.